الأساسات هي الجزء السفلي في المنشأ. يتكون المنشأ من قسمين، جزء سفلي وجزء علوي. الأساسات تنتمي إلى الجزء السفلي. دور الأساسات هو استقبال مجموعة الحموض الخارجية، سواء كانت أفقية أو عمودية أو مائلة، دائمة أو متغيرة. منشأ معين يتعرض لحمولات مختلفة. هناك الحمولات الشاقولية مثل وزن العناصر المكونة للمنشأ، حمولات أفقية كالرياح والزلازل، وحمولات مائلة دفع التربة. الحمولات يمكن أن تصنف إلى قسمين أساسيين: حمولات دائمة وحمولات متغيرة. الحمولة الدائمة تمتاز بشدة ثابتة وبزمن تطبيق دائم، بينما الحمولة المتغيرة تمتاز بشدة متغيرة وبزمن تطبيق غير دائم. كمثال، وزن عمود عبارة عن حمولة دائمة، بينما وزن شخص حمولة متغيرة. إذن يمكن أن نلخص دور الأساس كما يلي: استقبال مجموعة الحمولات المؤثرة على البناء، وإيصال هذه الحمولات إلى طبقة التربة الملائمة التي تعرف بطبقة التأسيس، بغرض تحقيق مقاومة واستقرار المنشأ. طبقة التأسيس هي طبقة التربة القادرة على تحمل المنشأ. مجموع هذه الحمولات المختلفة سيؤدي إلى ارتصاص التربة تحت الأساسات، مما يجعل هذه الأخيرة عرضة لاحتمال حركة عمودية تعرف بالهبوط باسمو، أو أفقية هي الانزلاق جليسمو. إذا افترضنا تربة معينة، إذا شيدنا فوق هذه التربة بناء معين، تحت تأثير هذا البناء سيحدث ارتصاص للتربة، هبوط. قد يكون هذا الهبوط كلي بنفس المقدار، وقد يكون هبوط تفاضلي بمقادير مختلفة. هذا الهبوط يؤدي إلى ظهور مشاكل في البناء، كما أن الحركة الأفقية للتربة قد تؤدي إلى ظهور الانزلاق لوغليسمو. يحدث الهبوط في حالات عدم تجانس خصائص طبقة التأسيس أو تغير سمكها من أساس لآخر. إذا كانت طبقة ردم، لاحظ هذا الشكل، لدينا هنا طبقة ردم. إذا كانت
خصائص هذه الطبقة تحت هذا الأساس تختلف عن خصائص الطبقة تحت هذا الأساس، أو كان كما في هذه الحالة سمك الطبقة هنا تختلف أو يختلف عن سمك الطبقة هنا، سيحدث هبوط، وبالضبط هو هبوط تفاضلي. في حالة الاختلاف أيضا في الحمولة، لكن هناك اختلاف من حيث أهمية المنشأ، سيكون هناك حدوث هبوط تفاضلي. لاحظ أن هذا الجزء أقل ثقل من الجزء الثاني، بالتالي سيكون هناك هبوط تفاضلي. هذه الجهة وهذا الأساس سيهبط بمقدار يختلف عن مقدار الهبوط تحت هذا الأساس. بالنسبة للانزلاق، ويحدث تحت تأثير دفع التربة أو ميل أرضية المنشأ. إذا كان هناك منحدر وقمنا بإنشاء بناء معين، حمولة هذا البناء ستؤدي إلى دفع التربة، وبالتالي حركة أفقية للتربة يؤدي إلى انزلاق التربة. ترتبط الأساسات بأهمية المنشأ ونوعية التربة. هناك أنواع مختلفة من الأساسات، اختيار أساس معين سيتعلق من جهة بأهمية المنشأ، ثقل البناء، ومن جهة أخرى بنوعية التربة. نوعية التربة بمعنى قدرة التربة على تحمل ثقل البناء، هل التربة قوية، ضعيفة، متوسطة إلى آخره. إذا كانت طبقة التأسيس الطبقة القادرة على تحمل ثقل البناء موجودة على عمق صغير يمكن الوصول إليها بواسطة الحفر السطحي، تستعمل الأساسات السطحية. أما إذا كانت على عمق كبير يختار حل الأساسات النصف عميقة أو العميقة. إذا أردنا أن نقدم تصنيف للأساسات يمكن القول هناك أساسات سطحية، أساسات نصف عميقة، وأساسات عميقة. لاحظ أن بالنسبة للأساس السطحي طبقة التأسيس موجودة على عمق ضعيف، بينما بالنسبة للأساس النصف عميق طبقة التأسيس موجودة على عمق نقول متوسط. أما بالنسبة للأساسات العميقة استعملت لأن طبقة التأسيس موجودة على عمق كبير. تذكر بأن توضيع الأساسات على طبقة غير طبقة التأسيس، أي على طبقة غير قادرة على تحمل البناء، سيؤدي الأمر إلى انهيار المنشأ. إذا افترضنا أساس عرض الأساس هو B وعمق طبقة التأسيس D،
فيمكن تقديم التصنيف التالي: إذا كان D على B أقل تماما من 4، الأساس سطحي. D على B أكبر من أو يساوي 4 وأقل تماما من 10، الأساس نصف عميق. أما إذا كان D على B أكبر من أو يساوي 10، فالأساس عميق. بالنسبة للأساس السطحية، نميز الأساس المنعزل أو النقطي، يكون تحت عمود. الأساس الخطي، هناك أساس خطي تحت مجموعة من الأعمدة المتقاربة أو تحت جدار حامل. النوع الثالث هو الأساس المساحي، وهو يشمل كل مساحة المبنى. الأساس المنعزل قاعدة لعمود معرض لقوى مركزة. إذا كان لدي عمود بوتو، سأنجز تحته أساس منعزل. شكله في المستوى الأفقي قد يكون مربع أو مستطيل بأبعاد متقاربة. إذا الشكل الأساس عموما قد يكون مربع على شكل مربع، مستطيل، دائرة، وهناك أشكال أخرى طبعا. عدد الأساسات المنعزلة في منشأ مرتبط بعدد أعمدته. إذا كان لدي 10 أعمدة دي بوتو، فسأنجز تحت هذه الأعمدة 10 أساسات منعزلة. صورة تبين أساس منعزل تحت عمود. عملية تسليح الأساس بعد وضع القالب كفراج، سنقوم بصب الخرسانة فنتحصل على أساس منعزل شمال إيزولي. ملاحظات حول الأساسات المنعزلة: أولا، تتوافق محاور الأساسات ومحاور الأعمدة لتعطي أساسات متمركزة شمال سنتري. لاحظ معي، هذا هو الأساس المنعزل، العمود والأساس. المنظر العلوي للأساس، المنظر العلوي للعمود بالنسبة لهذا العنصر هو خرسانة النظافة أو خرسانة التفريش. إذا محور العمود يتوافق مع محور الأساس. إذا توافق محور العمود مع محور الأساس، نسمي الأساس بأساس متمركز شمال سنتري. لتفادي هبوط أو انزلاق الأساسات المنعزلة، تربط بواسطة عناصر أفقية تعرف بالكمارات لونغرين في الاتجاهين الرئيسيين الطولي والعرضي للمبنى. إذا كان لدينا هنا أساس وأساس آخر وأساس آخر ثم أساس
رابع لتفادي من جهة هبوط وانزلاق الأساسات المنعزلة، وأيضا للسماح للأساسات بالعمل مع بعض، سندرج عناصر كمارات تقوم بين قوسين بتحزيم هذه الأساسات بحيث يساهم أو تساهم جميع الأساسات في المقاومة. إذن هنا لدينا أساس منظر جانبي منظر علوي، هذه هي الكمارة للونجري. تنجز هذه الكمارات في الاتجاهين، في الاتجاه الطولي للمبنى وفي الاتجاه العرضي. الصورة تبين الكمارات للونجرين. لدينا أساسات تربط بكمارات في الاتجاهين الطولي والعرضي للمبنى. كما يمكن الاستغناء عنها، يعني عن الكمارات للونجرين، في حالة تطويق المبنى بجدار خرساني مسلح يعرف بجدار الإحاطة فوال بيريفيريك. لدينا هنا الأساسات المنعزلة. في حالة ما إذا أنجزنا جدار خرساني مسلح، في الحالة يمكن أن نستغني عن إنجاز أو استعمال الكمارات للونجري. الصورة تبين جدار خرساني مسلح فوال بريفيريك. في حالة البنايات المتجاورة يستحيل إنجاز أساسات متمركزة، فتصبح الأساسات غير متمركزة السمار لي سونتري، وتتحول الكمارة عندها إلى رافدة التدعيم بوتر دو ردريسمون. في هذا المثال على سبيل المثال كان المفروض أن أنجز أساس مركز، ولكن بسبب تواجد بناء متجاور هنا أو أن هذا الموقع هو ملكي لشخص آخر، في هذه الحالة سأنجز أساس غير مركز. هذا الأساس يكون غير مستقر، وبالتالي يجب أن أربط هذا الأساس بأساس آخر هنا باستعمال رافدة تسمى برافدة التدعيم. المنظر العلوي، أحد رافدة التدعيم تربط هذا الأساس بأساس آخر من هذه الجهة، وأيضا رافدة التدعيم تربط هذا الأساس بأساس آخر في الجهة الأخرى. الصورة تبين أساس غير متمركز سوميريكسونتري. لاحظ وضعية العمود بالنسبة للأساس. إما بسبب وجود بناء مجاور تماما، أو أن هذه الأرضية هي ملكية لشخص آخر. هذا المخطط يمثل مخطط قولبة الأساسات بلون دو كوفر دي فونداسيون. المخطط يبين وضعية الأساسات وأبعادها،
وكيفية ربطها ببعضها البعض، إما باستعمال الكمرات أو بجدار إحاطة. من خلال مخطط القولبة تتضح وضعيات الأساسات وأنواعها باختلاف أبعادها، فنميز أساسات الركن تسمى الدونجل، أساسات الحافة تسمى الدليل، وأساسات الوسط تسمى السونتري. أساسات الركن تسمى اللونج لدينا A1 A5 C1 و C5. أساسات الحافة تسمى الدريب لدينا A2 A3 A4 B1 B5 C2 C3 و C4. بينما أساسات الوسط تسمى السنتري B2 B3 و B4. لاحظ معي بأنني أقرأ الحرف ثم الرقم. الأساسات المستمرة، الأساس المستمر أساس لجدار أو صف من الأعمدة. إذن الأساس المستمر نضعه تحت جدار أو تحت صف من الأعمدة، بمعنى إذا كان لدي هنا جدار حامل فأضع تحته أساس مستمر. الحالة الثانية، إذا كان لدي عمود، أول عمود، ثاني عمود، آخر، وهذه الأعمدة كان المفروض أن أضع تحتها أساس منعزل، ولكن نظرا للتقارب المسافة ما بين هذه الأعمدة، هنا يمكن أن أضع أساس مشترك وهو أساس مستمر. إذن في الأساس المستمر نميز أساس تحت جدار وأساس تحت مجموعة من الأعمدة المتقاربة. الصورة تبين تسليح أساس مستمر تحت جدار. صورة لأساس مستمر تحت مجموعة من الأعمدة. ثالثا، الأساسات المساحية رادي أو سمار سيرفاسيك. إذا كانت طبقة التأسيس رديئة الخصائص في هذه الحالة نلجأ إلى استعمال الأساسات المساحية. افترضنا أن هذا هو البناء، إذا كانت طبقة التأسيس رديئة هنا سأستعمل أساس يشمل قاعدة البناء يعرف بالأساس المساحي.
الصورة تبين تسليح أساس مساحي، حيث أن الأساس يشمل قاعدة البناء. طبقة التدبيش تتكون من حجارة مرصوصة بسمك معين، توضع فوق ردم مرصوص على طبقات. إذا لدينا ردم مرصوص وحجارة مرصوصة، الردم نضع فوقها حجارة مرصوصة، تسمى هذه الطبقة بطبقة التدبيش. قبل إنجاز الأساس، سواء كان أساس منعزل مستمر أو مساحي، ننشئ طبقة من الخرسانة تسمى بخرسانة النظافة أو خرسانة التفريش. يتساءل الكثير من الطلبة حول الأسئلة التي تطرح في درس الأساسات. لاحظ معي، بالنسبة للسنة الثانية الثانوي لا وجود لعلاقات رياضية في هذا الدرس الخاص بالأساسات، وبالتالي فالأسئلة التي تطرح هي أسئلة حول فهم موضوع الأساسات، أي المفاهيم الأساسية للأساس. كمثال يمكن أن نطرح الأسئلة التالية: عرف الأساس، ما هو دور الأساس، ما هي طبقة التأسيس، اذكر أنواع الأساسات، اذكر أنواع الأساسات السطحية، متى نستعمل الأساس الغير متمركز، كيف نحقق استقرار واتزان الأساس الغير متمركز، لماذا نستعمل طبقة التفريش أو خرسانة النظافة إلى آخره. في الأخير، إذا كان لديك عزيزي الطالب أسئلة حول هذا الدرس، يمكن أن تترك استفسارك على مستوى التعليقات، وسأحاول بإذن الله تعالى أن أجيب على هذه الاستفسارات في حصة من الحصص القادمة. أيضا يمكنك أن تقترح مواضيع لدروس ترغب بأن نقوم بنشرها مستقبلا. شكرا على حسن المتابعة، ونلتقي بإذن الله تعالى في الحصة القادمة.